أخيرا رسميا تشافي مدربا فنيا لبرشلونة حتى 2024. أعلن نادي برشلونة في بيان اليوم السبت توصله لاتفاق مع أسطورته تشافي لتولي تدريب الفريق حتى سنة 2024 خلفا للهولندي كومان. ووافق السد القطري على مغادرة تشافي صاحب 41 عاما للعودة إلى برشلونة لتدريب الفريق الكتالوني الذي لعب بصفوفه لمدة 17 عاما بعد صعوده من قطاع الناشئين. وأوضح برشلونة أن تشافي سيكمل الموسم الحالي بجانب موسمين إضافيين وسيقدمه أمام وسائل الإعلام يوم الاثنين في ستاد كامب نو. وخاض تشافي 767 مباراة بقميص برشلونة وهو ثاني أكثر لاعب خوضا لمباريات في تاريخ النادي بعد ليونيل ميسي، وحصل على 25 لقبا أبرزهم الدوري الإسباني 8 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات. وحمل شارة قيادة برشلونة قبل أن يختتم مسيرته في اللعب مع السد لمدة 4 سنوات، ثم بدأ معه مشوار تدريبي بعد الاعتزال. وأقال برشلونة كومان بعد الهزيمة 1-0 من رايو فايكانو في الدوري الإسباني الشهر الماضي، وكانت رابع هزيمة للفريق في 6 مباريات بجميع المنافسات. ويحتل برشلونة المركز 9 في الدوري بفارق 9 نقاط عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة و8 نقاط عن غريمه ريال مدريد الذي فاز في لقاء الكلاسيكو 2-1 الشهر الماضي. وفي دوري أبطال أوروبا يحتل برشلونة المركز الثاني في مجموعته خلف بايرن ميونخ ب6 نقاط بعد أول 4 جولات رغم هزيمته في أول مباريتين.